مطالب أهل مرسوم مطالب مقاطع أهل المرسوم مطالب على الشينا والمرسوم اللي بغينا عبد الصمد بن يحيى إطار إداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية عضو التنسيقية المحلية بمركز فاس وممثل لجنة الإعلام والتواصل والتوثيق بنفس التنسيقية. اليوم كما تلاحظون انسجاما مع التنسيقية الوطنية اتخذنا مجموعة من الخطوات السابقة نضاليا، ولكن اليوم وصلنا إلى مقاطعة استيفاء المجزوءات، واليوم سوف نعلنها بأننا هذا المرسوم المشؤوم الذي تأخر والوزير أعطانا مجموعة من الوعود بأن هذا المرسوم سوف يصدر بعد قليل في فترة قريبة، لكن مرت سنوات ولم يصدر المرسوم، والحكومة بقيت لها بضعة أشهر وتنتهي ولايتها، فاجتمعت كل الإطار الإدارية بفاس وبكل المراكز على المستوى الوطني واتخذت قرارها بالإجماع بل بالأغلبية المطلقة على مقاطعة استيفاء المجزوءات، وقد تمت العملية انطلاقا من البارحة في مجموعة من المراكز تقريبا، وكانت النسبة على المستوى الوطني تقريبا أزيد من 91%، واليوم بفاس حوالي 97% من المقاطعة كلها بصوت واحد. لماذا نقاطع؟ المقاطعة أولا من أجل إصدار مرسوم، لأن هذه الفوج دخلنا بمذكرة تنص على سنتين من التكوين، لكن أولا هذه المذكرة ليست لها حجية قانونية وتنتظر إصدار مرسوم. هذا المصدر لم يصدر إلى اليوم ونحن أمضينا نصف السنة، وهذا المصدر هذا المرسوم ما إذا لم يخرج سوف تكون كل الفوج ضحايا مجموعة من التعسفات، لذلك فنحن نطالب بمرسوم منصف وعادل يضمن الحقوق. ثم ثانيا السنة الثانية يلفها الغموض، غياب الوضوح وضبابية في السنة الثانية، كيف ستكون هذه السنة الثانية؟ لذلك فهي غير واضحة. نطالب بإصدار مرسوم منصف وعادل يضمن وينص صراحة على أن السنتين من التكوين تعادل شهادة المصدر. نطلب أو نطالب بأن يكون هذا المرسوم يحافظ لجميع الأطول الإدارية المتدربة على الأقدمية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة دون قيد أو شرط. نطالب ونعلنها من منبركم الخاص بأن الأطول الإدارية المتدربة هذه المقاطعة ما هي إلا إشارة، وبأننا عازمون على أن نأخذ أشكال نضالية كبرى أكثر تصعيد ما لم تتجاوب الوزارة مع هذه المناشدات ومع هذه المقاطعة. لذلك فكل الأطول الإدارية المتدربة عازمة على إرجاع الحق لأهله. الشيء الآخر الذي نطالب به كل الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية والصحافة والإعلام أن تساند هذه المحطة. فاليوم انطلقت استيفاء المجزوءات، ثم سوف يكون في فاتح مارس جمعية المتصرفين أعلنت بأنها سوف تدخل أيضا في إضراب عن الطعام وفي اعتصام، ثم جمعية المديرين. لذلك فنحن جزء لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين ومن مشاكل التي تعانيها المنظومة بشكل عام. فتحية لكل المنابر الإعلامية، ولا يسعني إلا أن أشكركم في منبر فاس نيوز على حضوركم ودعمكم لهذه المحطات، ونقولها بجسد واحد بأننا عازمون ولن نتراجع ما دام لم يتم إخراج هذا المرسوم في أقرب وقت، لأنه مرسوم حقيقي يجب أن يبين ما لدينا من حقوق، والوزير أعطانا وعودا وأخلفها، فنحن لم نعد نثق في الوعود. لذلك نحتاج مرسوما حقيقيا إصداره اليوم قبل غدا. وتحية نضالية عالية للأطول الإدارية المتدربة بمركز فاس. ارتأت التنسيقية الوطنية خطوة المقاطعة بناء على مجموعة من الوعود التي أطارها وزير التربية المغربي من خلال التزامه
مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي بإخراج هذا المرسوم في أقرب وقت، وكان وحدد تاريخ خروج هذا المرسوم هو آخر سنة 2020 بمعنى شهر 12، لكن الأطر الإدارية المتدربة على المستوى الوطني كانت تنتظر خروج المرسوم طيلة هذه الفترة، لكن للأسف لم يخرج المرسوم، مما دفع هذه الأطر إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية من أجل تنزيل هذا المرسوم. وكذلك هذه الأطر الإدارية فهي تحتج على كثرة المجزوءات التي تجاوزت 20 مجزوءة في السنة، كذلك معادلة الدبلوم التخرج لشهادة الماستر، هذو من بين أبرز المطالب التي تدعو التنسيقية الوزارة إلى الاهتمام بها ومحاولة إخراجها في أقرب الآجال تفاديا لتطور الوضع، وكذلك كذلك تفاديا لما يمكن أن تتخذه التنسيقية الوطنية وكذلك الأطر الإدارة التربوية كمسلكيين وكذلك كمديرين إسناد كخطوات في المستقبل العاجل من الأيام. وكنشكركم كذلك على المجهودات ديالكم انتم كصحافة من خلال هذا المجيء ديالكم والحضور ديالكم معنا والدعم ديالكم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم كأطر إدارية متدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، والعدد ديالنا 89 وخاص في مركز فاس و 240 تقريبا في الجهة كاملة، نعبر عن احتجاجنا ومقاطعتنا لهذه استيفاء المجزوءات تلبية للنداء التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، والذي جاء عبر تصويت وعبر ديمقراطية وعبر أغلبية. أولا نقاطع من أجل الكرامة، من أجل عزتنا، من أجل أن لا يقع لنا مثل ما وقع للمتصرفين الضحايا السابقين المرسوم جوج 18-294. نحن الآن نقول للوزارة أننا ونحسسها بمعاناتنا. نحن دخلنا بمذكرة، وهذه المذكرة لم يصدر مرسوم يعدل المرسوم السابق ليبين لنا الآفاق ديالنا ولكي نضمن استقرارنا النفسي والاجتماعي. حتى الدبلوم هذا المركز لا يعطي لنا أي دبلوم لحد الساعة، فإنه يعطي لنا شهادات. لذلك هناك قرار مجحف لنا، هناك تماطل وتسويف من طرف الوزارة، ونحن على أهبة استقبالات مقبلة. لذلك أردنا أن نحسس الوزارة لتفتح لنا عوار، وأن نكون كبداية انطلاقة شرارة للم شتات كل من الإخواننا الإسناديين والمسلكيين، وأن نضع يدنا جميعا يدا في يد من أجل إصلاح المنظومة التربوية والرفع بها. وهناك مجموعة من المشاكل ومجموعة من المطالب المشروعة والعادلة التي وحق لنا وقد ذكرها الإخوان، منها الحركية داخل لا داعي لذكرها، من الحركية داخل المسلك، منها الحركة الانتقالية لثلاثة سنوات ونحن في الميافي كنحاول نطلب الوزارة تقلصها لنا لسنة واحدة. هناك كما قلت الدبلوم، هناك يعني مطالب يلزمنا وتشكلنا واحد القوة واحد النصر للمضي قدما وتحمل الأعباء المسؤولية المنتظرة. نحن هنا نقاطع لماذا؟ نقاطع لأننا طلبنا بالمرسوم أولا، نقاطع وقلنا التصديق المرسوم قبل التصديق، قلناها وهذا كان شعارنا في هذه السنة، وشكرا لكم.